تو بينالتيز مستحقين بتاعت الاهلي ضربتي الجزاء. هقول حاجه غير مستحقين، الاثنين في ايد المدافعين، لكن بتاعت منعم فيها كلام. لا انا رايي شايف ان الاثنين انا ما احسبش بتاعت الاثنين يتحسبوا الاثنين بنفس الفكره، واحد عامل ايده كده ومحمد عامين حتى مش شايفها مكبر ان هو يعمل دراعه، ده مش وضع طبيعي. بس مدافع الاتحاد منع الكوره قبل كهربا، ماشي. الكره الثانيه حجازي زائق هو منع مش مقصوده، بس هو الوضع التشريحي بتاع جسمه ان هو يعمل ايده كده لازم هيحسبني، عشان كده مراحل الفي ار حسبها. بس يعني في حالات حتى شفناها في بريمير ليج هو مش يعني مش عاوج حركه ايده، عارف ان ده حاجه عكس اتجاه الجسم. الثاني كان مناعها من الكهرباء، الاثنين يعني في ايديهم يعني في ايديهم يعني جاي في ايده وباينه للجماهير كلها. بس انا يعني يا سوفت شويه، سوفت بنالتي شويه بالنسبه لي. يعني هل البدايه بكوكا في نص الملعب على حساب ديانج انت شايفها انها شايفها كانت افضل؟ مفاجاه وكانت الافضل، مفاجاه يعني كانت الافضل، لان انت بيبتدي الهجمه من تحت، فانت كان محتاجه لعيبه وسط ملعب عندها الكرة. فكوكا احسن ديانج، ديانج في الالتحامات وان هو يستخلص كويس قوي، بس في الباص عنده دقه تمريرات، عنده دقه تمريرات. فانت الاهلي امبارح بيطلع بالكوره من تحت بصوره ممتازه. اللي عجبني كمان في كولر يا لميس ان قاسم علشان اللياقه البدنيه امتى يضغط على لعيبه الاتحاد على خط الدفاع عشان يخلي جول، يشوف يعمل زود ديفنس ان يرجع بيرسي توا وقت على الاطراف مع الثلاثي، يعمل ستاره يخلي ان هو ياخد لعيبه الاهلي تاخد نفسها، فقسم المباراه بصوره ممتازه. انا رايي انه كمان الشناوي لما صد بنالتي بتاعت بنزيما، الحقيقه انه ده ادى مزيد من الثقه للاهلي، لان احنا لو كنا تعادلنا 1-1 ربما المعنويات كانت انخفضت وكان هم عملوا كامباك وضغطوا علينا. اللي حصل انه لما صدينا الكوره، لما الشناوي صد الكوره وهم دخلوا بضغط شديد جدا فاتسحب الفريق كله كده، فبقى في فرصه للهجمات المرتده سريعه. يعني بالظبط سؤال ذكي جدا حضرتك قلتيه، ده اللي حددت، ده اللقطه دي هي اللي غيرت مسار المباراه. ضرب جزاء في اخر دقيقه من الشوط الاولاني او كان فاضل دقيقه كابتن تامر صحيح؟ كان فاضل فانت تطلع تخش اوضه اللبس يا استاذ لميس من 1-1 قدام جمهورك ولا 1-0؟ والشناوي احنا الناس بتقول الحارس الجيد نصف الفريق، امبارح انا بعتبره الفريق كله، لانه انت ما زدتش على المراكم مليون ثلاث هجمات زي ما كابتن تامر قال، لكن الثلاثه بجوان لا الثلاثه بيتردوا بجوان للاهلي، بيتردوا بجوان للاهلي يعني. وبعدين مش اول مره، احنا السنه اللي فاتت حاطين ايدينا على قلبنا وبنلعب زعيم القاره في اوروبا ريال مدريد، دخل مودريتش الشناوي كان قد الموقف وجها لوجه مع لعيبه كبيره بيقدر يتفوق عليهم ويصد ضربه جزاء. فطبعا كانت نقطه تحول وتالق الشناوي ادى ثقه لكل لاعبين. لو تبص حتى دور، انا عارف طبعا دايما في كره القدم وكابتن تامر سيدي عارفين ما بيكون الحارس هو الكابتن يا استاذ لميس، شويه التعليمات ممكن تبقى بعيده على معظم لاعبي الملعب. لكن امام كان بادئ شويه قلقان وبعدين ظهر امام عاشور عارفينه بمهارته وسجل هدف صراع الكرم، اول واحد جري عليه هو الشناوي، فالكابتن دوره انه يطمن روحه هاجمه زي ما احنا والعبوا بخطتنا وانا هشيل ما تقلقش. فدوره قيادي حتى خارج الامور الفنيه. كهربا ضيع هدف، يعني هنا بقى فكره انه لا يمكن في هذه المباريات انك انت تضيع حاجه، لانك انت اداله هديه وبنحيي حجازي برضه حبيبنا. بس الحمد لله ان لو فكرنا الاهلي راح بست سبع فرص جاب ثلاث اهداف. الاهلي في اخر ثلاث اربع ماتشات وصل لا يقل عن 40-50 مره جايب هدف او يعني هدفين، كان عنده مشكله اهدار الفرص امبارح يمكن عالية. لا امبارح استغليتها اقول مش امبارح كان عندك فرصتين ضاعوا تقريبا اللي في فرصتين كانوا محققين هي بتاعت كهربا مين الشحات والشحات في الاول كان في كوره بتاعت محمد هاني ما تبقاش فرصه لا راح من الجنب مش فرصه قوي.